بالنسبة للصبي الذي تجاوز 15 من عمره ولم تظهر عليه أي علامة من علامات البلوغ، هل يعتبر مكلفا؟ علامات البلوغ بالنسبة للذكر ثلاث. الأول الاحتلام، إذا احتلم فقد بلغ، يعني أنزل منيا فقد احتلم فقد بلغ الإنزال. الثانية الإنبات، إذا أنبت شعرا خشنا حول القبل أو الدبر فقد بلغ. والعلامة الثالثة السن، إذا بلغ 15 سنة، يعني إذا لم ينزل، لم يحصل منه إنزال احتلام ولم ينبت، فآخر حد 15 سنة. إذا بلغ 15 سنة فإنه يكون قد بلغ. هذا بالنسبة للذكر. تزيد الأنثى علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فإنها قد بلغت.